هنكمل مع بعض part 2 من lecture number 4 على ال double integral. احنا كنا وقفنا فين؟ احنا خلصنا ال definition بتاع ال double integral وفهمنا منه ان احنا بنكمل تكاملين، بيبقى عندي زي square صغير dx dy وبضربه في الزد اللي هي f of x و y، فكأني بجيب cuboid وبجمع ال cuboids دول جنب بعض عشان اجيب ال volume اللي تحت السطح اللي مدهوني بالزد. وقلنا اول حاله وابسط حاله ان الاريا اللي انا هكمل عليها هتبقى ريكتانجلر، الاكس والواي عباره عن قيم ثابته بتتحرك على خط مستقيم. تعالوا نشوف الكيس الثانيه اللي هي الجنرال ريجن او المساحه مش مستقيمات، لا ممكن تبقى منحنيات ليها شكل بيتغير كل مره عند قيم مختلفه للاكس او الواي. طيب كيس 2 اللي هي جنرال ريجن، الدبل انتجرال هو هو، وعندي الاريا اللي انا هكمل عليها زي ما اتفقنا هي عبارة عن سكوير صغير كده دي اكس دي واي، ودي الاف اوف اكس واي دالة في متغيرين اكس واي. طيب ايه الاختلاف ما بين ده واللي فات؟ زي ما انت شايف قدامك ادي السطح بتاعنا اللي هو اف زد اف اوف اكس واي. الحقيقة ان الريجن اللي احنا هنكمل عليها هي اسمها المرة دي كابيتال دي، هي مش ريكتانجلر ريجن، يعني الاكس والواي بيتحركوا على منحنى زي ما انت شايف. طيب ايه الاختلاف ما بين ده واللي فات؟ لو جينا بصينا على اللي فات كان عندي ريكتانجل ريجن بالمنظر ده، قيم ثابته الاكس والواي كانوا A وB وC وD. طب لو انا كملت على كل ده الحقيقه هتبقى الفانكشن في بقيه الحتت دول بصفر، كل الحتت هنا الاف فيها بزيرو، فملوش معنى ان انا كامل الاف في بقيه المناطق، انا كاني بحسب تكامل تاني، يبقى انا محتاج احسب المساحه دي هي دي اللي انا هعمل عليها التكامل فقط. طب عشان اعمل التكامل على المنطقه دي بس تعال نشوف الحالات المختلفه اللي نقابلها. عندنا two types من الريجنز الجنرال،
هنشوف example evaluate الانتجريشن ده مديني f of x و y وقال لي ان دي the region bounded اللي انا هكمل عليها bounded by the parabolas y equal to x square و y equal to 1 plus x square. طيب دول كده اول حاجة عرفتها ان الريجن بتاعتي مش ريكتانجل، الاكس والواي مش كونستنتس بتحرك ما بينهم، لا انا عندي تو كيرفز. يبقى اول خطوة في الحل ان انا لازم ابقى عارفة شكل الريجن دي عامل ازاي او هرسمها ازاي، فببتدي احل الكيرفز دول مع بعض، اقطعهم مع بعض. طبعا y equal y equal يبقى ممكن اساوي الاثنين ببعض، وادي ال x الناحية التانية بالنيجاتيف يبقى x square 2x square minus x square هتبقى x square، يبقى x equal to plus or minus 1 square root للكلام ده اللي هو plus or minus 1. اقدر اجيب ال y بالمرة عشان اعرف هقطع فين، لو عوضنا في اول واحد ده 2 ال x هتبقى باتنين، ال y هتبقى باتنين في الحالتين، يبقى النقطتين بتوعي اللي هما التقاطع 1 و2 ونيجاتيف 1 و2. طيب كده انا جاهز ان انا ارسم او اعمل الخطوة التانية ان انا ارسم الدي. طب عشان ارسم الدي انا محتاج الاكس واي بلين اهو، خلي بالك بأكد عليك انا مش برسم الزد، امال انا برسم مين؟ برسم الاتنين دول اللي انا علمت عليهم. واي ايكوال تو اكس سكوير ده بارابولا السنتر بتاعه زيرو لان مفيش اي كونستنتس وهيوازي الواي، يبقى هو حاجة عاملة كده. طيب محتاج نقطة كمان فيه اللي هي مثلا 1 عند الاكس ب1 واي هتبقى ب2، دي النقطة اصلا عند بنيجاتيف 1 واي هيساوي 2، يبقى ده كده اول منحنى عندنا. طيب تاني واحد واي equal to 1 plus x square، ادي المنحنى الاولاني بكتبه على الكيرف وهفكرك برضو، تعالى كده نكتب التو كيرفز بتوعنا فوق y over 2 equal x square، ده على صورة 4ay بيساوي x square، ده صورة البارابولا اللي السنتر بتاعه عند origin وبيوازي اللي مش سكوير يعني بيوازي الواي، يعني بيوازي الواي اكسس، وده اللي احنا عملناه هنا. طيب الكيرف التاني هعمله بلون تاني، الكيرف التاني هو y minus 1 equal x square، ايه الفرق؟ بارابولا برضو بس المرة دي السنتر بتاعه عند 0 و 1 يبقى هنا، والمرة دي برضو ال a بتاعته بربع يعني المفتوح شوية البقرة بتاعته قريبة منه، فيبقى عامل كده، هو اصلا بيقاطع الكيرف التاني عند النقطتين دول، يبقى دي نقطة التقاطع 1 و 2 وناقص 1 و2، يبقى ادي الاريا بتاعتنا. جبتها ازاي؟ الاول جبت نقط التقاطع، بعدين رسمت البارابولز اللي انا اوريدي كنت عارف بيترسموا ازاي من math 1. طبعا رجعنا مع بعض كده احنا بنفتكر واحده واحده، عندي صوره جنرال اللي هي 4ay equal x square ودي اللي رسمت بيها، و حددت المنطقه المقفوله بالتو كيرفز دول. طيب دلوقتي بسال نفسي سؤال مهم قوي، انا دلوقتي في الخطوه الثالثه محتاج ان انا احط التكامل، لو كانت الاكس والواي بيتحركوا في ريكتانجل كنت هحط التكامل، مش هتفرق احط دي واي دي اكس او دي اكس دي واي، هي هي. المره دي انا عندي جنرال ريجن فمش من حقي ان انا احط دي واي دي اكس او دي اكس دي واي، يعني هتختلف، هيبقى في واحده اسهل من واحده. طيب انهو اللي هتنفع في حالتي دي؟ بسال نفسي سؤال، اولا بحط بشد خط رفيع قوي كده فيرتيكال وبقول دي واي واحد اللي هي هتقطع المساحه بتاعتي اللي انا هكمل عليها من تحت، وبسمي اللي هتقطع من فوق واي 2. بسال نفسي سؤال، هل هاي واحد فضلت ماشيه في المنطقه هي هي ما اتغيرتش طول المنطقه بتاعتي؟ لا هي اتحركت هنا طول الوقت، انا بتحرك على الكيرف واي ايكوال تو اكس سكوير، يبقى فعلا واي 1 ما اتغيرتش. طب بالنسبه لواي 2، طول الوقت واي 2 اتحركت على الكيرف الازرق اللي هو واي ايكوال تو اكس سكوير بلس 1، يبقى حدود الواي اللي هي واي 1 وواي 2 ابتدت من واي 1 القصيره اللي هي اللي تحت اللي هي 2 اكس سكوير،
وانتهت عند x square plus 1. طبعا ال f of x بتاعتي دي اللي مديهاني فرص السؤال، وانا هكامل الاول بالنسبة لدي y. ليه؟ لان دي شريحة رأسية، وده اللي انا اكتشفته من المنطقة اللي انا بكامل عليها، وبعد كده هكامل بالنسبة لل x. طب ال x هتتحرك من فين لفين؟ عشان الشريحة السوداء دي تغطي كل المنطقة، كل المنطقة دي يعني كأنها اتحركت في كل ده، اتحركت من أصغر قيمة للإكس، أصغر قيمة للإكس في المنطقة دي هي نيجاتيف 1، يبقى دي كده إكس 1، وفضلت ماشية الشريحة الرأسية ماشية لغاية ما وصلت لغاية آخر قيمة للإكس اللي هي عند إكس بواحد اللي هي إكس 2. جبت النقطتين دول منين؟ دي نقط التقاطع اللي ما بين التو بارابولز. يبقى أنا كده جبت شريحة، عملتها تاني بالأبيض أهو، رأسية، يبقى أنا هكامل دي واي باي دي إكس، يبقى أنا هكامل بالنسبة للواي الأول. هنكمل بالنسبة للواي، يعني الإكس ثابت يبقى أحط جنبها واي، بزود الباور واحد وبقسم على الباور الجديدة واي سكوير على الاتنين، تروح مع الاتنين. فاضلي إن أنا أعوض بالحدود بتاعة الواي، المرة دي الحدود بقيم للإكس، وهي فاضلي التكامل التاني اللي هو من نيجاتيف 1 ل 1. طب هنكمل في السلايد اللي بعدها، ده التكامل اللي احنا كنا وصلنا له. طيب الخطوة الجاية ان انا بعوض، هشيل كل اكس احط مكانها واحد بلس، اشيل كل واي احط مكانها 1 بلس اكس سكوير في الترمين، وبعدين هطرح منهم عند y واحد اللي هي 2x سكوير، يبقى 2x كيوب ونيجاتيف برضو 2x سكوير سكوير، يعني 4x to the power 4. كده بقيت مسألة تكامل عادية خالص، هكملها بالنسبة للx. قبل ما تكامل ممكن تجمع الترمات عشان لو في اي ترم هيتكنسل مع اللي بعد مع ترم تاني دي سكوير. طيب تعالى نفك الكلام ده، ده هيبقى x to the power 4 2x square plus 1. ممكن بقى أجمع الترمات دي وأشوف إيه اللي ممكن يتكنسل قبل ما أكمل. عندنا أول حاجة x to the power 4 minus 4x to the power 4، يبقى دي negative 3x to the power 4، وهكذا بقى أجمع x cube minus 2x cube يبقى negative x cube، بعدين 2x square، بعدين x واحدة بس plus 1. كل ده لسه ما كملتش بالنسبة لل x، احط العلامة عشان ما انساش. طبعا ما فيش مشكلة في التكامل ده، ليه؟ لان ده polynomial. كل اللي هعمله عشان اكامل ال x بزود الباور وبقسم على الباور الجديد، والترمات دي هكملها من نيجاتيف 1 ل 1. عشان اكمل هنا اي ترم ايفن هيبقى هو هو نفس الترم ده. ليه؟ لان ال 1 والنيجاتيف 1 لما يبقى الباور ايفن هيبقوا زي بعض بس بيطرحوا من بعض، يبقى في ترمات الايفن هتتكنسل مع بعض في التعويض، فاضل لي الترمات الاود. هعوض مره بالواحد ومره بالنيجاتيف 1، يعني كاني بضرب الكلام ده في اتنين. احسب كل واحده من دول وجمعهم، انا جمعتهم تقريبا دي هتبقى نيجاتيف 6 over 5، هتضرب كأنك بتضرب في 2، دي 4 over 3 ودي بلس 2، هنجمع الترمات دي هتطلع لنا 32 over 15. طيب ده شكل التكامل، ده بيمثل لي ايه؟ ده بيمثل لي الفوليوم اللي بيتحرك في المساحة اللي هي التقاطع التو بارابلز دول ومع السطح اللي هو رسمهولي في المسألة. يبقى زي ما شفنا المسألة المرة دي كانت شريحة رأسية، ودي تايب 1 في جنرال ريزن. تعال نشوف تايب 2. تايب 2 عاملة ازاي؟ تايب 2 زي ما انت شايف كمثال الرسمة اللي قدامنا، المرة دي الوايات ثابتة بتتحرك ثوابت من سي لغاية دي، لكن الاكس هي اللي بتتحرك على منحنى، الاكس مش ثابتة في المنطقة بتاعتي. شكل التكامل هيبقى عامل ازاي؟ المرة دي انا بكامل بالنسبة للاكس الاول. ليه؟ بنفس الفكرة، انا هيبقى عندي شريحة هوريزونتال، x واحد
ثابتة على منحنى معين و x 2 ثابتة على منحنى معين، والشريحة دي عشان تمسح لي المساحة دي عشان تتحرك فيها كلها يبقى هتبتدي من أول y بيساوي c لغاية y بيساوي d. يبقى إيه اللي هيختلف؟ هي الحدود بتاعة ال x هتبقى function في ال y، فأنا بشيل ال x وأجيبها بدلالة ال y. ليه؟ لأن أنا لسه هكمل بالنسبة لل y. طيب شكل المنطقة يعني هتبان لي ازاي في المسألة؟ المنطقة اللي أنا هاجي أرسمها هلاقي إن الوايات فيها بتتحرك ما بين ثابتين، لكن الإكس بتتحرك ما بين منحنيين H1 و H2 زي ما واضح في الرسم. أدي مثال رسمة تانية كده، الشريحة هوريزونتال، ومثال رسمة تانية عندي برضو الواي من السي للدي، ولو جينا شدينا هوريزونتال ريكتانجل شريحة أفقية من x1 ل x2، ألاقي إن طول الوقت x1 ثابتة بتتحرك على المنحنى ده اللي هو h1، و x2 طول الوقت ثابتة بتتحرك على المنحنى ده اللي هو h2. افرض أنا جربت أخد شريحة رأسية، يعني هعمل حاجة كده، هسأل نفسي سؤال، هل y1 و y2 دايما في المنطقة اللي اسمها دي عشان أغطيها كلها ثابتين؟ ألاقي إن y2 دايما ثابتة في المنطقة دي بدي، لكن y1 لغاية حتة معينة لغاية المنطقة دي، واي واحد بتتحرك على المنحنى اللي هو اتش اتنين ده، اكس بيساوي اتش اتنين واي، لكن بعد كده واي واحد في المنطقة دي اختلفت، واي واحد في المنطقة دي اختلفت، يبقى واي اتنين ثابتة وكل حاجة بس واي واحد اختلفت. مادام واي واحد اختلفت من منطقة لمنطقة يبقى أنا لازم هقسم التكامل لتكاملين، وكده هيبقى صعب. يبقى انا بلجأ للشريحة الافقية علشان ما اضطرش اقسم التكامل لما بيبقى المساحة بتاعتي اللي انا هكامل عليها بتتحرك ما بين x1 و x2 ثابتين طول المساحة. طيب شكل التكامل زي ما اتفقنا هيبقى dx dy، وهكامل بالنسبة للx الاول على منحنيين بدلالة الy، يبقى هتبقى شبه المسألة اللي فاتت بالظبط، بس الفرق ان انا هكامل بالنسبة للx الاول، شريحة horizontal horizontal rectangle. تعالى نشوف مثال evaluate x y d a. مش هيفرق معايا شكل الزد في اي حاجة. d is the region bounded by the line y equal to x minus 1 والبارابولا y square equal to 2x plus 6. انا دلوقتي مش عارف هي انه تايب. اول خطوة ثابتة في كل المسائل بحدد المنطقة اللي بتتحرك فيها بيتحرك فيها التكامل بتاعي، او بيتحرك فيها السطح بتاعي اللي انا عايز احسب له التكامل. طب المنطقة دي هحددها ازاي؟ ان انا هقاطع المنحنيين ببعض، y بيساوي x minus 1، ادي يبقى اول خطوة هحل احنا ممكن ناخد y ونحطها هنا، هنشيل كل y ونحط مكانها x minus 1، يبقى كده جبت equation فيها x بس، افك الكلام ده x minus 1 واجيب بقية الترمات دي اشوف ال value بتاعت ال x اللي بتحقق الكلام ده، عندي x square minus 4x minus 5. طيب ده نقدر نحلله ل 2 brackets، عندك x عندك 5 و 1 هتتحل تبقى negative 5 plus 1، يبقى x equal negative 1 و x equal 5، دول النقطتين اللي هما بيتقطعوا فيهم، واقدر اجيب الواي بتاعتهم ان انا اعوض في اي واحد. خلينا نعوض في i ده، لما اعوض في i هطرح واحد، يبقى هتبقى negative 2 و 4، يبقى انا عندي نقطتين جبتهم. اقدر دلوقتي اعمل خطوة 2 ان انا ارسم الاريا. طب عشان ارسم الاري هجيب الاكس واي بلين زي ما اتفقنا، مهم قوي الموضوع ده، انا مش برسم ده عشان في ناس لغايه الامتحان بيبقوا فاكرين ان انا المفروض ارسم الزد، لا انا برسم الاريا اللي هي متحدده بالمنحنيات اي ودبل اي. طيب عايز ارسم الاريا دي هعمل ايه؟ حددنا النقط التقاطع او النقطتين بحطهم، يبقى نيجاتيف 1 ونيجاتيف 2 ادي نقطه، والنقطة الثانية 4 و5 أو 5 و4.
طيب انا دلوقتي عارف النقطتين دول على المنحنى بتاعي، خلينا نرسم كل كيرف منهم. عندي خط مستقيم y equal to x minus 1، النقطتين دول على الخط ده x minus 1، يعني عند الاكس بزيرو الواي نيجاتيف 1 اللي هي النقطة دي. اقدر احط الثلاث نقط دول، يبقى ده كده y equal to x minus 1، ده الخط المستقيم. طيب الكيرف y square equal to x، ده الكيرف ده هاخد ال two common factor، ده بارابولا السنتر بتاعه عند negative 3 وزيرو. عندي حاجة كده ممكن اعملها بلون تاني، كيرف الكيرف دوت بيمر برضو بنقطتين التقاطع، لازم هيمر بالنقطة دي والنقطة دي، يبقى دي معلومة انا عارفها. ادي شكل الكيرف، طبعا هو parallel للي مش سكوير، يبقى هو parallel للاكس اكسس، بس هي دي المعلومة اللي انا كنت محتاجها. والسنتر بتاعه زيرو نيجاتيف 3 وزيرو سوري. يكفي قوي ان انا اعرف السنتر وبي parallel لانه اكسس. دي المساحة اللي انا هكمل عليها. لو جينا فكرنا بالتفكير السيستماتيك، هشد كده خط vertical واقول y1 y2. y1 بتتحرك دايما على الخط المستقيم ده لغاية النقطة دي، يبقى الاقي ان هنا لو اخدت شريحة تانية vertical يبقى في y1 تانية مش الخط المستقيم. تاني لو اخدت vertical rectangle، يعني اخدت شريحة رأسية، يعني هكامل دي واي واي دي اكس دي واي الاول، يبقى هلاقي ان الواي 1 بتتحرك على الخط المستقيم لغاية نقطة معينة، وبعد كده واي 1 بتتحرك على الكيرف. يبقى انا كده كأن عندي 2 integrals، يبقى واي 1 دي قصدي واي 1 وواي 2، او دي واي دي اكس مش هتنفع، يبقى امسح الكلام ده. امال ايه اللي هينفع معايا؟ اللي هينفع معايا ان انا اجرب الشريحة الافقية، يبقى هشد خط هوريزونتال. شد خط هوريزونتال في اي حتة، على فكرة انا بتشد خط هوريزونتال او فيرتيكال في اي حتة راندم كده. خط هوريزونتال اللي ناحية الشمال هو اكس 1، بيبتدي من اكس الصغيرة وينتهي عند اكس الكبيرة. اوكي، ده شكل ال هوريزونتال ريكتانجل، هيبقى بالمنظر ده. طيب اسأل نفسي سؤال، هل طول ما انا ماشي x1 بتتحرك؟ طول ما انا ماشي x1 بتتحرك على المنحنى الازرق ده، ما تغيرتش طول الوقت، x1 بتتحرك على المنحنى الازرق اللي هو مين، اللي هو y square equal to x في x plus 3. طيب طول ما انا ماشي x2 بتتحرك على ايه؟ x2 بتتحرك على الكيرف الاحمر ده، والحقيقة مش كيرف، هو خط مستقيم اللي هو y equal to x minus 1. يبقى انا دلوقتي لقيت ان المساحة بتاعتي اللي انا عايزة امسحها اقدر امشي بشريحة افقية، كل شريحة الافقية دي لو اتحركت بيها من اصغر قيمة خالص للواي اللي هي y بتساوي negative 2 لاكبر قيمة خالص للواي اللي هي y بتساوي 4، اقدر امسح الشريحه كلها، اقدر امسح المساحه كلها. طيب ما دام رسمت الرسمه اقدر دلوقتي احط التكامل بتاعي، واتفقنا ان الشريحه افقيه، يبقى انا هكامل بالنسبه للاكس الاول من اكس 1 لاكس 2. اكس 1 على حسب الرسمه اللي هي كانت الكيرف بتاعنا اللي هو واي سكوير ماينس 6 اوفر 2، و اكس 2 اللي هي الخط المستقيم اللي هي 1 بلس واي او y plus 1. طيب y1 و y2 زي ما قلنا في الرسمة من negative 2 في السلايد اللي فاتت ل4، ممكن ترجع لها في الفيديو. طيب تعالى بقى نبتدي نكامل. هنكامل التكامل الاولاني بالنسبة للx، يعني ال y constant x square على 2. كده انا كملت، فاضلي اعوض بالحدود. طبعا ال a constant نقدر نطلعه بره، ما كملتش التكامل التاني، يبقى لسه هحطه في المسألة. اقدر
احط الكونستنت بره اللي هو النص، واعوض الاكس سكوير مره واي بلس 1، واطرح منها قيمه الاكس التانيه، وكل ده لسه هكمله بقيم الواي. خد بالك وانت جاي تعوض، لان المره دي المسائل بتكبر والتعويض هيفرق معاك في التكامل التاني، لو عوضت غلط المسألة كلها هتبقى غلط. وخلي بالك انت بتعوض بقيم في الاخر، فانت بتقارن الرقم دوت بالاختيارات اللي هتجيلك في المسألة، فلو عوضت غلط هتبقى المسألة كلها غلط. طيب تعالى نعوض واحدة واحدة، دي هتبقى y سكوير وبضرب في y، y كيوب 2y سكوير بلس y، ده كده الترمات الاولانية، وده الترم ده سكوير وبضرب في y برضو، فهتبقى y to the power 4، y to the power 5 على 4، negative negative يبقى positive، negative بره 6 y كيوب، وآخر حاجة 36 من negative على 2 18 y. طيب كده أنا جبت الترمات كلها، فاضل لنا إن احنا نكامل. قبل ما نكامل أي ترم نجمعه على بعضه، يعني عندك y كيوب بلس 6 واي كيوب يبقى 7 واي كيوب، بنكامل يبقى 7 to the power 4 over 4، وبعد كده واي سكوير مفيش واي سكوير، اه ده كمان في واي to the power 5 يبقى نيجاتيف واي to the power 6 over 24، وواي سكوير مفيش واي سكوير تاني 2 واي كيوب على 3، وترم ال y negative 17 y سكوير على 2، وعندنا نص بره من negative 2 ل 4. هنعوض بالكالكوليتر بقيم ال y المختلفة، مرة ال y ب 4 وهطرح منها عند negative 2، هيطلع لنا التوتال ب 36 نتيجة التعويض، وطبعا بنضرب في هاف في الآخر. طيب ايه الحل الأخراني ده بعد ما عوضنا؟ ده كده الفوليوم اللي محكوم بالاريا اللي تحت، اللي هي كانت ما بين البارابولا والخط المستقيم والسطح اللي اسمه اكس واي. خلي بالك الخطوات ثابته زي ما قلنا. هنشوف مثال كمان مختلف شويه، ليه؟ لانه تعالى نشوف مع بعض راس السؤال عامل ازاي. find the volume of the tetrahedron bounded by the planes. طيب ده اول نوع من المسائل نشوفه بالمنظر ده، انه مش مديني الانتجريشن وطالب مني ان انا اجيب فوليوم، بس انا عارف من الاول، من اول خالص واحنا جايين نقول الدبل انتجرال. الدبل انتجرال هو انا بجمع كيوبويدز اف اوف اكس واي مضروبه في دي اي، يعني انا بجمع مجموعه من الشرايح اللي هي سمك، فانا بجمع فوليوم. وزي ما قلنا زي ما انا كنت بقول ان التكامل بتاع السنجل فاريبل دي مساحه تحت المنحنى، انا هنا بقول ان ده الحجم اللي تحت السطح بتاعي. فلما يقولي find the volume يبقى انا اكيد عندي تكامل double integral. طيب انا محتاج انا اللي هحدد ال double integral ده شكله عامل ازاي. طب عشان احدد ال double integral، double integral بيبقى عامل كده f of x و y dA، وعندي area انا عايز اجيب دي، والمرة دي اللي زاد عليا ان انا عايز اجيب ال f دي. مين ال f دي؟ اللي هي الزد بتاعتي، اللي هي لو انا عندي cuboid بالمنظر ده. ما خلي بالك ايه هو الحجم، هو تجميع كل الكيوبويدز دول، عندي حاجة اسمها زد وعندي دي ايه تحت. كنت قبل كده في المسائل اللي فاتت انا محتاجة اجيب الاريا بس، لان الزد كانت بتبقى واضحة في راس السؤال. المرة دي الزد مش واضحة، فاول خطوة عشان تجيب الزد وتعرف تجيب الاريا انت محتاج ترسم رسمة واضحة وكبيرة 3D. يعني ايه 3D؟ يعني x والواي والزد. حطينا ال x وال y وال z، عايزين نرسم الحاجات اللي قدامنا دي. ابتدي احط المنحنيات اللي معايا، عندي ادي planes مستوى x plus 2 y plus z equal 2، عشان اقدر ارسم المستوى ده برسم التقاطع مع الاكسيز. يبقى عند ال y ب 0 وال z ب 0 ال x هتساوي 2، يبقى بشوف التقاطع مع المحاور الرئيسية، مع ال x axis ال z ب 0 وال y ب 0 طلعت باتنين. ممكن نكبرها شوية عشان تبقى أوضح، ادي اتنين اهي، و
عند الاكس بزيرو والواي بزيرو الزد باتنين برضو. وعند الاكس والزد الواي بواحد، اللي هي 2y بيساوي 2 يعني الواي بواحد. طيب ده شكل المستوى. بعد ما حددنا هو بيقطع المحاور في ايه، ده بلين كده مايل زي ما انت شايف، يبقى ده اول مستوى قفل معايا. طيب في مستوى تاني x equal to 2y وعندي x equal 0. مين ال x equal 0؟ x equal 0 اللي هو ال y z plane اللي هو x equal 0 هنا ده. طب ده هيقطع او هيقفل على المستوى من الناحية دي كده، ارسمه لك بلون تاني زي ما انا عاملاه. وقال لي كمان ال z equal 0، ال z equal 0 اللي هو ال x y plane اللي هو هيقفل من تحت هنا. يبقى انا كأني عندي مستوى من فوق مايل، من ورا مقفول بالموف، من تحت مقفول بالاخضر، فاضل لي بالجنب ده. مقاليش بقى y equal 0، يعني هو مش في الربع الاولاني، مش تقاطع البلين ده مع الربع الاول، لا اداني مستوى تاني. تعالى نرسمه مع بعض، ارسمه بلون ازرق. x equal to 2y، برسم ده ازاي؟ الحقيقة خدها قاعدة كده، ان لما يبقى ال x وال y وال z في السطح اللي انا برسمه درجة اولى يبقى ده بلين، يبقى ده مستوى برضه. والحقيقة قال لي ان هما كلهم بلينز، بس لو ما كانش قال لي انا عارف ان ده بلين. ليه؟ عشان ال x وال y power 1. دي اول معلومة. تاني معلومة، ال z absent، ال z مش موجود، ال z absent، يبقى ده هيوازي ال z axis زي السيلندريكال سيرفيس بالظبط، زي السطوح الاسطوانيه بيوازي اللي مش موجود، يبقى ده مستوى وهيوازي الزد اكسس. طيب بنرسمه ازاي؟ بنرسمه الاول في الاكس واي بلين. اكس بيساوي 2 واي، ده خط بيمر بالاوريجين، بجيب نقطتين عليه، بيمر بالاوريجين والنقطه الثانيه بيمر عند الاكس بزيرو والواي بزيرو، ادي نقطه، والنقطه الثانيه مثلا عند الاكس بواحد الواي بنص، او عند الاكس باتنين الواي بواحد، نقطة سهلة عند الاكس باتنين الواي بواحد، يبقى اتنين اهي، اتنين اهي وواحد، ادي النقطة التانية. ده شكل المستوى، اوصل ده شكل كده الخط او تقاطع مع في الاكس واي بلين. طب هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى بيمر بالاكس اكسس او موازي ليها، ما هو بيموازي لي او بيمر بيه، يعني ايه؟ يعني مش بيقطعه في حتة، فهو عامل كده، ادي بلين اهو، ده البلين، يعني كأنه قطع المثلث بتاعنا ده في حتة كده. يبقى احنا بقى عندنا دلوقتي triangular pyramid او tetrahedron زي ما احنا قلنا، زي ما هو قال لنا في راس السؤال. ايه tetrahedron؟ ادي الجنب اللي من ورا x equal 0، وادي القاعدة بتاعته z equal 0، والسقف اللي فوق هعمله تاني بالاحمر، السقف اللي فوق دوت اللي هو كان التعريف بتاعه البلين اللي هو z او x plus 2y plus z equal 0، واخر حاجة خالص اللي بالاسود ده اللي هو الجنب البلين x equal 2y. احنا كده عرفنا كل التعريف بتاع كل السطوح اللي قافلة على التريانجلر بيراميد ده. طيب فاضل لنا نعمل التكامل. عشان نجيب التكامل انا محتاج حاجتين، عشان اجيب التكامل انا محتاج حاجتين. برسم كده خط فيرتيكال، هرسمه لك بلون مختلف بالأورنج، خط فيرتيكال كده، بشوف ارتفاع الشريحة بتاعتي قد ايه، يعني هو بيبتدي
الشريحة بتاعتي الزد دي، أول زد فين وآخر زد فين؟ الزد بتاعتي اللي هي ال f of x و y، الزد دي اللي هي موجودة على الكيوبويد ده هي دي الزد، أنا بدايتها اسمها زد 1 ونهايتها اسمها زد 2، هما دول اللي أنا هحطهم جوه التكامل. الزد 1 زي ما انت شايف بتبتدي من أول زد equal 0 وباينة من الرسمة، من أول البلين الأخضر ده، المستوى الأخضر، القاعدة بتاعت ال triangular pyramid عند زد equal 0. طيب بتنتهي فين؟ بتنتهي في السقف، عند السقف الأحمر اللي هو المستوى اللي أنا هعلم عليه برضو. دي زد 2، يبقى كده زد 1 ودي زد 2. يعني ايه زد 1 وزد 2؟ اللي هو ارتفاع الشريحة. طيب ده هيبقى فين في التكامل؟ ده هيبقى الارتفاع بتاع الكيوبويد اللي هو الاف بتاعتي. يبقى انا لو عايزة احط التكامل ممكن احطه لك في سلايد تانية، هبتدي من زد 2 اللي هي الكبيرة ناقص الصغيرة، ابقى جبت الارتفاع بتاع الكيوبويد بتاعي. طب الحدود بتاعت التكامل اللي هي دي ايه؟ يبقى ده شكل التكامل لما احط زد 1 وزد 2، ده كده انا عايزة اجيب الفوليوم ولسه الاريا ما حسبتهاش. زد 2 ماينس زد 1 زي ما اتفقنا، زد 1 اللي هو 0 وزد 2 اللي جبتها من المستوى. طب زد 2 المستوى دي هجيبها ازاي؟ هشوف معادلة المستوى واجيب الزد في ناحية. ادي معادلة المستوى موجودة فوق اهي، يبقى زد equal to 2 ماينس، اجيب الاكس والواي الناحية التانية، يبقى هي دي زد 2، يبقى اقدر اعوض بيهم هما الاتنين وابقى انا كده جهزت المسألة زي المسائل اللي فاتوا. طبعا انا مش عارف الدي اي تي هخليها دي اكس دي واي ولا دي واي باي دي اكس، محتاج اشوف المساحة اللي انا هتحرك فيها. ادي شكل ال 3 دي اللي احنا كنا راسمينه. طبعا انت عندك في المسألة هيبقوا الاتنين في نفس المكان زي ما اتفقنا، هو زي بيراميد كده، القاعدة بتاعته مثلثة. اوكي تعالى نشوف الكلام دوت في الاكس واي بلين او تقاطعه مع الاكس واي بلين، او المساحة اللي انا هتحرك فيها شكلها عامل ازاي. انا عارف ان في مستوى اسمه اكس equal to واي، وده طبعا بيقطع الاكس واي بلين في خط مستقيم. مادام الزد مش موجودة يبقى المعادلة دي هي نفس المعادلة اللي هتترسم اللي هيقطع بيها الاكس واي بلين، يبقى هي دي الميزة بقى، زي السطح الاسطواني بالظبط. السطح الاسطواني المعادلة بتاعته هو التقاطع مع الاكس واي بلين. السطح الاسطواني اللي هو مثلا سلندر، سلندر اكس سكوير بلس واي سكوير بيساوي 3، يبقى ده معناه انه هيقطع الاكس واي بلين في دايرة نص القطر بتاعها جذر 3. طيب الخط المستقيم ده اللي هو الزد مش موجودة فيه هيقطع الاكس واي بلين في الخط ده اللي هو اكس بيساوي 2 واي. طب الخط ده بيمر بنقطة الأصل وبيمر بنقطة تانية، نقطة تانية هي مثلا عند الإكس باتنين، الواي هتساوي 1، يبقى ادي المعادلة واي بيساوي إكس على الاتنين، ادي الخط الأولاني. طب الخط التاني مين الخط التاني؟ الخط التاني هو اللي هيظهر اللي هو الخط اللي أنا هعلم عليه دلوقتي ده، اللي هو نتيجة تقاطع المستوى ده. طيب عشان اشوف الخط دوت وارسمه محتاج ان انا اجيب تقاطع المستوى ده مع الاكس واي بلين. يعني ايه تقاطع مع الاكس واي بلين؟ يعني عند الزد بيساوي 0، يبقى الزد ايكوال 0، ايه اللي هيحصل في المستوى ده؟ كأن الزد اختفت، ف x 2 ماينس x ماينس 2 y بيساوي 0. ده عبارة عن خط مستقيم تاني هنرسمه دلوقتي اللي هو x بلس 2 y بيساوي 2. طب ازاي ارسم الخط ده؟ اعوض عند الاكس بصفر، الواي هيساوي 1، يبقى 0 و1 ادي نقطة، عند الواي بصفر الاكس هيساوي 2، ادي الخط المستقيم اللي هو نتيجة تقاطع المستوى اللي فوق ده اللي انا هحدده برضو بالازرق الغامق، هو ده المستوى اللي احنا رسمنا التقاطع بتاعه مع المحاور الرئيسية، هيقطع الاكس واي بلين في الخط اللي احنا رسمناه ده. طيب تفتكروا المنطقة بتاعتنا اللي متحددة بالفوليوم الحجم بتاعنا موجود فين؟ ادي القاعدة بتاعته، هي دي القاعدة اللي لونها اخضر والجنب اللي كنا لوناه بالاسود هناك
نتيجة التقاطع مع المستوى x equal to y. ادي ده شكل الفوليوم بتاعنا، ده شكل الفوليوم، ده الجنب اللي ورا. لو حبينا نشوف القاعدة هنلاقي اللي هو لونها بالأخضر دي موجودة فوق الخط x بيساوي y بيساوي x على 2، موجودة فوق الخط، يعني هي الحتة دي. لو جينا قارنا ال 3D بال ال area أو ال xy plane اللي هو يبقى احنا عايزين المنطقة اللي لونها أخضر دي. طيب هسأل نفسي سؤال، هل هرسم شريحة أفقية x1 و x2، ولا هرسم شريحة رأسية اللي هي y1 و y2، ولا مش هتفرق؟ لو جيت رسمت شريحة أفقية هلاقي إن x2 في الجزء ده، x2 على المستقيم x plus 2y بيساوي 2 اللي هو المستقيم ده، وعلى الجزء التاني المثلث اللي تحت ده x2 هتتغير، هتبقى على المستوى التاني. فx2 هتختلف، فهضطر أقسم التكامل لمثلثين، فأنا مش عايز أعمل كده، يبقى الشريحة الأفقية مش هتساعدني أو هتكون أصعب. طب الشريحة الرأسية، لو جيت بصيت على الشريحة الرأسية هلاقي إن y2 في المثلث الأخضر ده دايما على الخط المستقيم x plus 2y بيساوي 2، وy1 دايما في المثلث الأخضر على الخط المستقيم y بيساوي x على 2، يبقى y1 وy2 دايما ثابتين في المنطقة الخضراء، يبقى أنا هستخدم شريحة رأسية. معنى إني هستخدم شريحة رأسية ده معناه إيه؟ ده معناه إن أنا هكتبها dy by dx. طبعا الزد زي ما هي مش هتفرق، أمال إيه اللي أنا بجيبه دلوقتي؟ الحدود بتاعة التكامل أنا اللي هكونها، y1 بتساوي x على 2، y2 تساوي 2 ناقص x على 2. طيب x1 و x2 هو إيه؟ هو أول قيمة للإكس، الشريحة السودة دي عشان تغطي لي كل ده هتبتدي من أول فين؟ هتبتدي من أول هنا وهتنتهي عند النقطة دي، عند الإكس دي. طيب هتبتدي من x equal 0، يبقى دي x1. خلي بالك x على الشمال هي x الصغير، يبقى هي دي x1، يبقى x1 بصفر. طب وأكبر x، أكبر x لما الشريحة دي تفضل تصغر كده لغاية ما توصل للنقطة دي اللي هي عند x2 بيساوي كام؟ هجيبها منين النقطة دي؟ النقطة دي يا باشمهندس هي تقاطع المستقيمين دول، المستقيمين اللي اتمسحوا، فأنا هدوس عليهم تاني، المستقيم الأزرق الغامق المستقيم الأحمر. النقطة دي، النقطة دي هجيبها ازاي؟ ببساطة هتحل الخطين دول مع بعض، واي بيساوي اكس على 2. طيب أعوض، أدي دول الخطين، أعوض الاتنين دول، يعني هشيل كل واي وأحط مكانها x على 2، هتطلع لي x زائد x بيساوي 2، يعني 2x بيساوي 2، يعني x بيساوي 1، يبقى النقطة دي x2 هيساوي 1، x2 هيساوي 1، أقدر أعوض بيها جوه التكامل x2 بواحد. يبقى أنا كده جهزت التكامل بتاعي، بقيت المسألة مجرد ان انا احل التكامل. طبعا انت مش هتلاقي مشكلة في حل التكامل ده، ممكن ابتدي معاك اكامل بالنسبة للواي الاكس ثابت، 2 ناقص اكس كل ده في واي ناقص واي سكوير، عشان هقسم على 2 فهتروح مع الاتنين دي، وارجع اعوض بقيم الاكس، وبعد كده هكامل التكامل التاني. طيب تعالى ننقل على السلايد اللي بعدها. ده شكل التكامل بعد ما عوضنا بقيم الاكس، يبقى ده الحجم اللي انا عايز احسبه. في تكامل تاني لسه هحسبه بعد ما جمعت عوضت بقيم الاكس، دي ترمات الاكس اللي انا لسه عايز اكملها. بقيت مسألة اكسات باور مختلفة، بزود الباور وبقسم على الباور الجديد، انا كده بكامل. فاضل ان انا اعوض مره بالزيرو ومره بالواحد، هو ده الفوليوم لتحت اللي هي في التتراهيدرون. طيب هتعوض مره بواحد ومره بصفر، بصفر هتختفي، وعند الواحد هيبقى تلت ناقص واحد زائد واحد، يعني الكلام دوت بتلت، وكده تبقى المساله خلصت. صعوبه المساله دي يا باشمهندس في ان انت هترسم 3D، ما تقلقش احنا بنشوف التقاطعات مع المحاور الرئيسيه، نشوف التقاطعات مع ال coordinate planes اللي هو x y y z x z
وفي الآخر برسم الشكل 3D بحدد ارتفاع الشريحة. أنا برسم ال 3D دي ليه؟ عشان أعرف ارتفاع الشريحة قد إيه، زد واحد بكام وزد اتنين بكام. حددت دول خلاص، يبقى أنا مش محتاجة 3D في حاجة تانية. فاضلي إن أنا أرسم الأريا. عشان أرسم الأريا بعمل ال X Y plane وبشوف التقاطعات مع ال X Y plane. يعني عندي الزد بصفر، عندي الزد بصفر يطلع لي خط مستقيم، وهيطلع لي خط تاني بقت هي دي المنطقة اللي أنا عايزة أرسمها. ده كده ممكن هي دي الصعوبة الوحيدة اللي هتقابلها في المسألة دي، هي الرسم، إن أنت تعرف ترسم المنطقة اللي أنت بتكامل عليها. تعال نشوف آخر مثال معانا النهاردة. ده مثال مختلف شوية برضو، طالب مني إن أنا أعمل integration ومديني كل حاجة في المسألة، مجهز لي التكامل كله، فالمفروض إن أنا كده أنبسط لأني مش محتاج أرسم حاجة المفروض. فأنا هاجي أرسم، أحط الحدود كده وأبتدي أكامل e to the power x square بالنسبة لل x. هقف، لو حاولت تحل الكلام ده للسنة الجاية مش هتعرف. ليه؟ لأن أنا كنت بعرف أكامل e to the power x، كنت بعرف أكامل e to the power x square لو جنبها x. ليه؟ لأن ال derivative بتاع ال x square 2x، فكنت بقوله اضرب في 2 واقسم على 2 بره، فأعرف أكامل e to the power x square وهتبقى المسألة اتحلت. المشكلة إن أنا ما عنديش الديريفيتيف بتاع البراكت ده، فدي كده زي ما هي مش هعرف أكملها. بس أنا كان نفسي في إيه؟ كان نفسي إن بدل ما أنا كنت هكامل بالنسبة للإكس أكامل بالنسبة للواي. يعني يا سلام لو كانت دي بدل ما هي دي إكس دي واي تبقى دي واي باي دي إكس. يبقى أحد طرق المسائل أو أحد الأفكار اللي ممكن تقابلني إن أنا أحتاج أنا اللي أغير الشريحة من غير ما هو يطلب مني. المرة دي أنا هغيرها لدي واي باي دي اكس. ليه؟ لان الفانكشن نفسها مش هعرف اكملها بالصوره دي. يبقى وانا جاي اختار الشريحه افقيه ولا راسيه، لو في الحالتين الشريحه هتبقى ثابته، الوايات ثابته والاكسات ثابته، يعني هما الاثنين مش هيبقى عندي مشكله في اي واحده فيهم، ببتدي ابص على الاف اللي انا هعرف اكملها اسهل، للتكامل بتاعها هيبقى اسهل، هي دي اللي انا بختارها. تاني انا هنا التكامل عندي صعب وهي دي اكس دي واي، فهحولها لدي واي باي دي اكس. طب بحولها ازاي؟ يعني كاني بحط المساله من الاول، كاني بحط المساله من الاول، يعني هغير الحدود. يبقى لازم ارسم المساحه اللي هتهرب فيها. امتى كان من حقي ان انا ابدل دول وابدل الحدود ما يحصلش فيه مشكله في التكامل؟ فوبيني قال لي ان في الحاله بتاعت لما تبقى الحدود بتاعتي كونستنتس، يعني لو كانت دي كلها ارقام، كان من حقي ان انا بدل الدي واي باي دي اكس وبدل الحدود ويبقى المساله هي هي. لا، الحدود بتاعتي مش كونستنت، يبقى مش من حقي ابدلها. امال هبدل ازاي دي واي باي دي اكس؟ لازم ارسم المساحه اللي انا بكامل عليها. طب المساحه بتاعتي الاكس، الاكس بتتحرك ما بين من واي على 2 لواحد، والواي من 0 ل 2. يبقى دي الحدود اللي موجودة في التكامل على الحدود بتاعت التكامل. هبتدي ارسمها واحدة واحدة. الاكس بتاع الواي بتاعتي من 0 لغاية 2، كده انا عرفت حدود الواي. طب والاكس؟ الاكس بتبتدي من خط مستقيم، الاكس بتاعتي ممكن اعملها بالازرق، من خط مستقيم اكس بيساوي، علشان نعرف نرسم المنطقة دي اي منطقة يا شباب برسمها فيها انكواليتي باخد العلامة اليساوي وارسم الخطوط دي. يبقى اكس بيساوي واي على 2 واكس بيساوي 1. اكس بيساوي 1 اهو، لو هنرسمه بيه شوية بس عشان نكبر، اكس بيساوي 1 اهو. يبقى انا كده قفلت مربع، وعندي كمان اكس بيساوي واي على 2، ده خط مستقيم بيقطع في الصفر، وايه كمان؟ 0 0. عايز نقطة كمان، عند الاكس بواحد الواي هتساوي 2، مش الواي بيساوي 2 اكس. يبقى دي نقطة تانية، يبقى ادي الخط ده. طيب انا الشريحة بتاعتي او المساحة اللي انا هكامل عليها، المثلث اللي فوق ولا اللي تحت؟ على حسب الشريحة بتاعتي دي اكس، يعني الشريحة كانت عاملة كده، يبقى شد خط كده. اكس واحد فين؟ اهي اكس واحد اللي هي الخط المستقيم دي اكس واحد، واكس اتنين بواحد،
يبقى دي اكس 2، يبقى انا بتحرك جوه المثلث ده. عرفت منين؟ عرفت من الحدود بتاعتي. لو كانت اكس 1 بصفر واكس 2 بواي على الاتنين، يبقى انا بشتغل في المثلث اللي هو الاخضر اللي هو اللي على الشمال. اوكي، يبقى على حسب الحدود بتاعة التكامل انا عرفت المثلث المساحة اللي انا هقشرها دلوقتي، هي دي المساحة الايه. انا دلوقتي عايزة اغير الشريحة واخليها شريحة رأسية. ليه عايزة اخليها شريحة رأسية مرة تانية؟ عشان مش عارفة تكامل اكامل التكامل زي ما هو كده، فانا محتاجة ان انا اغير التكامل، اغير الحدود، اخليها دي واي باي دي اكس. طب الواي بتاعتي كأنها مسألة من المسائل اللي فاتوا، الواي واي 1 بتتحرك على الثابت ده اللي هو بزيرو، واعلى حاجة اللي هي واي 2، واي 2 بتتحرك على الازرق. مين الازرق ده؟ اللي هو الخط المستقيم واي بيساوي 2 اكس. طب الشريحة السوداء دي ابتدت من اول فين لفين عشان تغطي المثلث الازرق؟ ابتدت من اول النقطة دي اللي هي عند الاكس بزيرو، باكس 1 بزيرو، وانتهت عند اكس 2 بواحد اللي هي النقطة دي. يبقى ابتدت من زيرو وانتهت عند اكس 2 بواحد. طب هنا بقى التكامل يتحل في خطوة. ليه؟ لان ده بالنسبة للواي كونستنت، يبقى انا هحط جنبه واي. طب عايز اعوض بقيم الواي، مرة بزيرو ومرة بتو اكس، ولسه ما كملتش التكامل اللي بره، يبقى احطه اعوض، يبقى 2x e to the power x square. انا كده بمجرد ان انا بشيل الواي بحط اللي بيساويها، ماينس 0 مش هكتبه كده. انا كملت التكامل الاولاني وعوضت بيه، فاضل لي كامل التكامل التاني. حلو قوي التكامل ده. ليه؟ لان انا عندي exponential والديريفيتيف بتاعه جنبه. يبقى حل التكامل ده هو ال e نفسها اللي هي e to the power x square. اعوض مره بالزيرو ومره بالواحد، يبقى e to the power 1 ناقص 1. كده احنا حلينا التكامل، وزي ما انت شايف التكامل بقى اسهل كتير لما بدلت الحدود. انا كملت على نفس المساحة، فاحيانا بتبقى الشريحة تغييرها بيحللي التكامل. ويعني اما كانت شريحة افقية انا مكنتش عارفة كامل خالص. ليه؟ بسبب ان الاف نفسها وانا جاية كاملها بالنسبة للاكس هتبقى صعبة جدا. تمام؟ طيب ده كان اخر مثال معانا يا شباب، والسكشن دوت هتلاقيه موجود عندك في التكست بوك سكشن 16.3. يبقى احنا اخدنا 16.1 16.3، وان شاء الله نكمل المرة الجاية كيس 3 اللي هي البولر ريكتانجل. شكرا لكم.